شوف يا أطرميزي، ايه هيدا الشغل نحن عنا هيك، ايه بيناسبك؟ ايه كتير منيح كتير منيح، سيارات وتشحيم وتزييت ودوليب براغ ومفكات، ايه حلو حلو كتير يعني. ما في نسوان يعني؟ إيه لا يعني ما بدنا نضيع وقت. ايه لا هيدي السيارة بدها فك موتور، ايه وهلأ المديرة بتيجي بتطلع عليك انت والشغيلي. مديرة؟ في مديرة هون؟ المديرة اللي عنا نحن هون هي المرأة الوحيدة اللي بلبنان اللي بتفهم بالميكانيك. لك بيني وبينك ما في غير النسوان بيفهموا بالميكانيك. يلا هالسيارة. يلا يا شو هيدي؟ مثل هيدي كنا نلعب فيها نحن وصغار تبعت الدوليب رصاص. هاي هاي هاي. يلا شباب شغل كتير نشاط. وين الشغيل الجديد؟ تيرا جلاس. وينه هيدا؟ تيرا جلاس. هاي انت تيرا جلاس. لا لا شو طعنا يا عمي وصفين اخي. يا ويلي يا ويلي شو طايبة هاي انت؟ لعبة بقلبك العمي ولا مين شغلك هون يا مجوي؟ يا عم شغل هون. انا انت شو جابك لهون؟ شو عم تعمل هون؟ مين شو عم تعمل هون؟ انا شو عم بعمل هون حبيبي؟ انا المدير التنفيذي هون والمسؤول عن الشغيل اللي مثلك. ايه عن جد؟ روحي الله يبعد عنك شغلت الحلال ويتعبى شو فيكي شغلت الحرام وينفوك تنتيف. ولك انت بدك تنتيف ولك انت بدك عاد. لا شو بدك عاد؟ انت بدك فك وتركيب فك وتركيب ما يخلو فيك ولا عزقه تاخدي بقبيره. ولك ما حخلي فيك ولا نفس لح شغلك 24 على 24 لعلك نفسك. شغليني اول شيء. لا شغليني سولي بالك ما بدك شغليني بلا. اول شيء انت ديري يديرك العمل هيك ولا؟ لك يا عمي ديري بالك علي ما انت المسؤولة هون التنفيذية. اكيد رح دير انا اللي رح دير بالي عليك. اول شيء امسك وفكلك. ايه فكلك. ليش ما بفكلك؟ بمسك وبفكلك. رح فكهم كلهم خليهم يطلعوا كلهم لبرا هيك لحالهم يبقوا بق ويفكك العمى بقلبك. يا عمي شو هن اللي بدهم يبقوا بق؟ لك بدي فك الموتور ليبقوا بق البستونات تبع الموتور. ليش عم تفهميني غلط؟ سوري. طيب فك الموتور مزبوط وبتشيله بتحطه على الارض على مهلك. ترجع بتفحص مزبوط البيستونات وبتفك قضيب الميزانية. لا 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 طولي بالك. قضيب القضيب انت بايدك بدك تفكفكي بدك تدسسي بدك بدك تحلي. شو بعرف شو اللي بدي حله؟ حلك العمى مش قضيب الميزانية تبع الموتور. انت بدك انت يا عم لكن بتاخدي بقبيرة. خلينا حديثنا يكون احسن. ولك يفقك العمى شيل هالزبالة من ايدك وامسكه امسكه. يا ويلي قالت لي امسكه تبعي تبعي تبعي. لك هدي بقوا خزينه. ولك يطبق على صدرك ان شاء الله شي صخرة. وين مين اللي طبقي؟ عم قلك امسكه مزبوط للموتور يا وسخ. ايه ليكي انا بمسك الموتور وانت امسكي اعصابك. وركبي ولكن عجناح الطير الأطرميزي عحسابك. عجناح الطير قلت لي؟ طيب عحسابي.